هتكلم معاكم دلوقتي بقى في فكره مهمه جدا في غايه الاهميه، وعايزك تصحصح معايا في الكلام اللي هقوله. هنحكي شويه مع بعض عن الاساي، الاساي رايتنج، هاو تو رايت ا جود اساي، ازاي اكتب اساي كويس. هقول لك اللي بيحصل معانا في الامتحان. لما تيجي تكتب مثلا في الامتحان اساي بيحصل معاك ايه؟ هقول لك انا اللي بيحصل معاك بالظبط، وشوف الكلام ده لو انت بتعمله هنحاول نتجنبه ازاي. احنا بنبدا نكتب في الاساي، يلا بينا يا مستر. هنكتب مثلا كام؟ هنكتب 6 لاينز. هو مبدئيا السنه اللي فاتت كان جاي 6 لاينز، فاحنا لو هنمشي على نفس الجايد لاينز هنكتب 6 لاينز، هنكتب 6 سطور. 6 سطور مش 6 جمل، يعني انت ممكن تكتب 5 جمل بس التقسيمه بتاعتها جايه على 6 سطور، حلو قوي. واحد ممكن يكتب مثلا 10 جمل في 6 سطور، مقبوله. طب كتبت 7 مش مشكله، اهم حاجه ما تعملش ميستيكس كجرامر، يعني جراماتيكال ميستيكس حاول تقللها او تتجنبها. ليه؟ لان اللي بيصحح عامه مش بيقدر يقرا كل حاجه حرفيا ويمسك كل الورق ويقراه، لا هو بيركز على ايه؟ بيركز مثلا هو بيقرا هل الكلمه دي مظبوطه ولا لا، هل الجرامر هنا مظبوط ولا لا. لو حط خط احمر تحت الكلام اللي انت كاتبه وفي جرامر ميستيكس فمن حقه ان هو ينقصك، يقول لك لا انت ناقص، انت الجرامر بتاعك مش مظبوط. لكن لو ما لقاش وهو بيقرا اي جرامر ميستيكس الدنيا بتعدي. يبقى احنا متفقين مع بعض يا شباب ان احنا نكتب مفيش مشاكل، نكتب بقى 6 لاينز تمام. طلب مني باراجرافز، طبعا في الاغلب زي ما قلت لك زي السنه اللي فاتت، لكن لو طلب منك حتى باراجرافز مفيش مشاكل، او اسي كامل او 6 لاينز 2 3 4 5 6 كتبت اكتر 7 مفيش اي مشاكل، حاول تتجنب الجراماتيكال ميستيكس. طيب ما نيجي نكتب بقى بنعمل ايه؟ هقول لك انا اللي بيحصل وانت بتكتب، ايه اللي بيمر في دماغك او ايه اللي بيحصل في دماغك. يعني اول حاجه هبتدي مثلا نتكلم عن اساي عن التكنولوجي. طيب تعال نكتب اساي او 6 لاينز عن التكنولوجي، عن التكنولوجي ايه اللي بيحصل؟ هقول لك انت بتعمل ايه. تعال بقى نكتب عن التكنولوجي، فاقول لك مثلا التكنولوجي از امبورتنت ان ايفري وانز لايف، مهمه التكنولوجيا دي حاجه مهمه في كل حياتنا يعني في حياه كل فرد. دي اول جمله. ها نكتب ايه تاني؟ مثلا اقول لك ان التكنولوجي هاز بروز اند كونز، التكنولوجيا ليها مميزات وعيوب، ادفانجز اند ديس ادفانجز. ماشي دي جمله ثانيه. تكنولوجي افكتس اور لايفز، ماشي جمله ثالثه. عمال تكتب انت تمام وتيجي عند مرحله معينه او نقطه معينه وتلاقي دماغك وقفت. ليه؟ because you generate ideas while you're writing، يعني انت بتجيب افكار في الوقت اللي انت بتكتب فيه. On the spot، في اللحظه تكتب سطر وتجيب فكره تاني وتكتب سطر. فاحيانا بتبقى الجمل not relevant او irrelevant، مش متعلقه ببعض، انت بترص وخلاص. اجيب جمله من هنا وجمله من هنا وخلاص ونكتبهم ورا بعض وخلاص. ماشي حتى لو هي grammatically correct الجمله اللي انت كاتبها، بس هي تحس انها مش متعلقه باللي بعدها. ليه؟ انت بتجيب افكار وانت بتكتب. دي مشكله كبيره. ليه؟ هتقف عند وقت معين وتقف ومش عارف تكتب ايه تاني، خلاص وقفت الدنيا. فإلا هتعيد الأفكار من جديد وتقعد تعيد نفس الكلام تاني بس بطرق مختلفة عشان تمشي الدنيا وتلحق الموقف، إلا هترفع إيدك وخلاص مش عارف أكتب تاني. طيب دي مشكلة. المشكلة التانية بقى اللي بيحصل كتير إن بعد ما أنت توصل لعند حتة معينة تكتب جملة وتقول يا مستر بس الجملة دي المفروض مكانها مش هنا، المفروض الجملة تبقى تاني جملة. طب أنا هشطب ولا أعمل إيه؟ فبتعمل لي كده، أنت بقى تشطب ده ونكتب أساي جديد. طب ليه تشطب؟ انت هنا confused، انت محتار ومشوش، عمال تخبط يمين وشمال ومش عارف. الصح بقى ان احنا نعمله، نعمل ايه؟ هقول لك انا تعمل ايه. You just need to mind map what you want to write about. يعني ايه mind map؟ mind mapping دي فكره بسيطه جدا هنستخدمها. mind mapping دي فكره حلوه جدا بنستخدمها لما نيجي نكتب essay. لو انا عايز اتكلم في topic معين ده اسمه mind maps، اللي هي خرائط ذهنيه. فنعمل ده في الاول، يعني مثلا هتكلم عن تكنولوجي اهي. قبل بس ما اكمل الفكره الصغيره دي انا عايز اذكرك ان انت لما تيجي تكتب وحاسس ان في كلمه معينه فيها سبيلنج مش مظبوط ما تشطبش الكلمه وتكتب بقى اذر سبيلنجز. لو انت شايف ان السبيلنج او الكلام اللي انت كاتبه او الجمله دي او الكلمه دي فيها مشاكل في الترتيب بتاع الحروف، حط الترتيب التاني اللي في دماغك between two brackets وسيبه، او اشطبها بقلم رصاص خفيف قوي. لو سبتها تبقى زي الفل. ليه؟ ده بيساعد اللي بيقرا ان انت لو عندك مشكله هيقدر يفهمك، هيقدر يفهمك انت قصدك ايه. اه ده صح، ده كان قصده كذا، فما تخافش هياخد لك الصح، مفيش مشاكل. انما لو انت شطبتها خالص بالمنظر ده مبدئيا منظر الاسي هيبقى وحش، عملت شطب. ثانيا انا ما عنديش غير دي، ده الاوبشن الوحيد، فهفهمها زي ما مكتوبه.
ان احيانا حرف واحد بيغير الميننج. يعني مثلا كلمه كويت تيجي بمعنى يبطل مثلا او ينسحب، لو عملتها كوايت كده المعنى الى حد ما المعنى اختلف، كوايت هادئ، فكده الميننجز بتتغير باختلاف ترتيب الحروف. فلو عندك other spellings او شاكك في حاجه حطها between two brackets، ما تقعدش تشطب، اكتب الحاجه اللي انت عايزها وحط الحاجه الثانيه between two brackets، بحيث ان هو يديك وقت ويديك ايه ويديك معلومات ويديك يسهل لك على الريدر الشخص اللي بيقرا ان هو يفهمك. ماشي، نرجع للموضوع بتاعنا بقى. ادي كلمه تكنولوجي اهي، فانا اتكلم عن تكنولوجي، تكتب كده في المسوده او في اي درافت عندك تعمل كده، وهتكلم عن التكنولوجي. تخيل بقى، تعالى ننسق الافكار بتاعتنا، هنتكلم عن ايه في التكنولوجي؟ مثلا نتكلم عن تعريف التكنولوجي، فنعمل كده ونكتب كلمه ديفينيشن، الحاجه دي ليك انت تظبط الافكار وتنسقها قبل ما نكتب. هنتكلم على الديفينيشن، تعريفها مثلا. تكنولوجي مثلا نجيب ايه؟ نجيب زمان ودلوقتي، يعني اقول long ago and now and nowadays مثلا. اهي هنتكلم مثلا عن ايه؟ هنتكلم على البروز او الادفانتجز المميزات، هنتكلم على الكونز اللي هي العيوب كده، تبدا تقسم. طيب اول حاجه هتكلم عليها ايه؟ هتكلم على الديفينيشن، ثاني حاجه لونج اجو اند ناو، ماشي، ثالث حاجه هتكلم عن المميزات، رابع حاجه هتكلم على العيوب. تعال ناخد امثله ثانيه. فلو بتكلم على الديفينيشن التعريف، تشوف اي تعريف بقى. طيب لو اتكلم عن مميزات، ايه مميزات التكنولوجي؟ مميزاتها ايه؟ مثلا هتكلم على فكره في الاستدي، بتساعد في الاستدي، دي مميزات، دي لوحدها بجمله او جملتين. طيب هتساعدنا في ايه تاني؟ ايه مميزات التكنولوجي؟ سيفز تايم، يعني تايم سيفنج، دي فكره تاني اهي. ممكن تساعدني في الورك، في الشغل اهي. فمبدئيا تبدا تتكلم على البروز المميزات بس من نظام نقاط. طب الاستادي هتساعدنا ازاي في الاستادي؟ هنكتب بقى جمله. ساعدنا ازاي في الورك في العمل؟ هنكتب جمله او جملتين. ازاي هي تايم سيفنج؟ نكتب جمله او جملتين. طب تعالى نتكلم على الكونز العيوب، هقول لك مثلا بتضيع الوقت، تايم ويستنج. انا بدي اكزامبلز، يعني بدي امثله. ايه كمان من العيوب بتاعتها؟ الادكشن، بتعمل مثلا unemployment، بتعمل بطاله، ان في ناس اللي هي شغاله اللي هو المان ليبر، العمل الهيومن ليبر، الانسان الشغل بتاعه كده هو بيركن على جنبه ويبدا يشتغلوا بقى بالماشينز والكلام ده كله. طيب long ago and now، الشكل بتاع التكنولوجي كان ايه زمان ودلوقتي الوضع ايه؟ كده انت بتعمل ايه؟ بتعمل mind map، خريطة ذهنية، بحيث ان انت بتعمل لاي اوت للافكار اللي انا عايز اتكلم عليها. هصيغ الافكار اللي انا كاتبها دي في جمل. هصيغ كل الافكار اللي انا كاتبها في جمل، هتلاقيه مديك اكتر من 8 جمل. اكتر من 8 سطور. يعني لو انت عملت المنظر ده مبدئيا افكارك هتبقى مترتبة، مش هتنسى حاجة وعايز تعوض والكلام ده كله. ثانيا منظر الجمل هتبقى مظبوطة بالنسبة لك، مش هتتعب وانت بتكتب بعدها. الحركة دي سيفز تايم، توفر لك وقت طبعا. organizes your ideas، بتفكر يعني بتظبط لك الافكار بتاعتك. you can generate ideas easily، يعني ممكن تجيب افكار بشكل بسيط جدا وبشكل سهل. هيوفر لك وقت، هيخليك مرتب افكارك ورا بعض، مش محتاج تشطب كتير. دي فكره الاساي لما يجي يتكتب. طيب وانا شغال في الاساي يا مستر، انا محتاج منك introduction، محتاج احفظ introduction، ومحتاج منك conclusion، الحاجات دي انا عايز احفظها. الموضوع ابسط من كده صديقي. الانترودكشن احنا ممكن نمشي بطريقه بسيطه جدا. الانترودكشن هتمشي معانا في اي اساي او اي توبيك انت عايز تكتب عنه، وفي نفس الوقت هتبقى اتراكتيف، هتبقى جرابر، اتنشن جرابر، هتجذب الانتباه، وفي نفس الوقت هتبقى جديده وفكرتها حلوه. فكره انك انت تحول الجمله العنوان تحوله لسؤال، الحركه دي بتجذب الانتباه جدا. يعني مثلا بتكلم على the effect of technology أو the effects of technology on our lives، تأثير أو تأثيرات التكنولوجيا على حياتنا، ده العنوان تمام. فأقول لك إيه؟ does technology have an effect on our lives؟ تحط question mark، وبعد كده ترد of course it does. الحركة دي بتجذب الانتباه جدا وبتسهل لك الدنيا. أي جملة موجودة، أي عنوان، أنت أدبه سؤال ورد على السؤال ده. الحركة دي هتبقى attention grabber، يعني هتجذب الانتباه كويس قوي، وهتبقى introduction بسيط.
حول اي جمله سؤال ابدا بيها. لو بيتكلم مثلا عن the internet, does the internet have an effect on our lives? Of course it does. Everybody thinks that the internet is useful. Do you think so? Of course I do. فتدي السؤال وترد على نفسك بحركة دي بتجذب الانتباه. ده اسمه rhetorical question, يعني سؤال بلاغي يخليك تعمل introduction بشكل بسيط جدا. دي الفكرة بتاعة الانترو, دي اللي احنا ممكن نشتغل على اساسها وتوفر لنا وقت برضو تبقى حاجة صياغة بسيطة جدا. conclusion يا مستر, طب انا عايز اعمل خاتمة. ما فيش ابسط من الكلمات بقى اللي هي بتعمل transition, زي مثلا in short, باختصار شديد, وتعيد الفكرة اللي اتقالت قبل كده. technology has an effect on our lives. In summary, in sum, to sum up, وتلم نفس الفكرة هي هي تاني, تقولها نفس الفكرة هي هي تاني. حلو بقى ان انت تحط السبايسز, انك تحط بقى البهارات والتوابل الكلام ده وانت بتكتب. حلو ان انت تستخدم كلمات بتدي ترانزيشنز بحيث ان انت تفهم اللي قدامك انا رايح فين وبحكي في ايه, تبقى حاجة جذابة وانترستنج. هي ترانزيشنز اللي هي الادفيربز, الاحوال اللي بتنقل لي من جمله للتانية, يعني in fact, indeed, في الواقع, in reality, الحاجات دي كلها اللي هو ايه, تعالى بقى معايا في الواقع الدنيا كذا. فانت تقدم الكلام ده بكلمه in fact, indeed, actually. مثلا عايز اتكلم على كذا جانب, حط first, second, third. عايز اعمل الكونكلوجن, خاتمه, حط في الاخر ايه, to sum up, in short, in conclusion. الحاجات دي كلها اسمها splices كده, اسمها transitions, بتعرفك انك تنتقل من جملة للتانية, من فكرة للتانية. عايز مثلا ادي تضاد بعد ما اتكلمت عن المميزات, عايز اروح للعيوب, اقول لك however on the other hand, ولكن على الجانب الاخر حط however او on the other hand, but, اي حاجة زي كده تعمل transition. انا هنتقل لفكرة غيرها. يبقى transitions دي مهمة, اه مهمة طبعا, بتساعد. يعني كده بحلي الاسعي بتاعي, الاسي النتيجة بتاعته بنسبة كبيرة جدا مضمونة. حاول تتجنب الجراماتيكال ميستيكس, هتلاقي الدنيا ماشية معاك حلو قوي. وحاول ترتب افكارك بنفس الطريقة اللي انا بقولك عليها, اعمل المايند مابس. مايند مابينج طريقة حلوة جدا هتساعدك, هتلم كل الافكار وتعمل اوتلاين للافكار اللي انت عايز تقولها, هيوفر لك وقت وخليك تجيب افكار كويس جدا. تعمل اوتلاين في اي درافت. طب في التعامل مع الامتحان صديقي, والفكرة دي مهمة جدا, الامتحان بتاعنا بيكون معظمه ام سي كيو, multiple choice questions, وبيكون عندنا البابل شيت. تبدا عندي 4 options, تمام, 4 choices, وادي question number 1. مبدئيا في التعامل مع الاسئله اللي فيها choose, لما اجي اختار, يعني انت تفكر في السؤال كويس قوي, ومفروض يكون عندك expectations, توقعات للاجابه تكون ايه, يعني بالمعطيات اللي موجوده قدامي في السؤال المفروض الاجابه تبقى كذا. طب هروح للاختيارات, يعني مش هروح ادور في الاختيارات واقعد اقارن ما بين الاختيارات. اتعامل مع السؤال, الكلام ده مش في الانجليش بس, في اي ماده. فاقرا السؤال كويس قوي, بعد ما اقرا السؤال ابدا اتعامل. بس قبل ما اتعامل لازم اكون عارف ايه اللي انا مستنيه. هو بيقول كذا, يبقى انا كده في دماغي متوقع ان انا الاقي اجابه بتقول كذا طبقا للمعطيات اللي قدامي, يبقى الاجابه سي تمام, او طيرت A و B اتبقى عندي سي ودي. طب طبقا للسؤال الاجابه سي تمام, يبقى سي. طالما انت فكرت فيها بشكل شامل بالمنظر ده وبشكل ساينتفك, بشكل علمي, هتبقى خلاص اجابتك مظبوطه, اختار سي خلاص وانت مطمن. انا هكمل معاك بس انت مش معايا واحده واحده. اخترت سي وخلاص وحليت الامتحان وكل حاجه. لما تيجي تراجع بقى صديقي, ما تراجعش بقى السؤال وتفكر فيه بطريقه تاني, او تروح للاختيارات وتقارن, اه سي ولا دي, بس ممكن سي تنفع ودي ممكن تنفع لو كذا. ما ممكن تنفع دي بوظت الدنيا, لان ممكن تنفع الكلمه لما تقولها دي كده خلاص انت حطيت اوبشن تاني نافع. ولو شككت في اجابتك وطيرت سي اللي هي كانت صح, استحاله ترجع تختارها تاني. خلاص هي يا مستر ما احنا قلنا ان سي دي غلط عشان كذا. هي رغم ان هي كانت صح في الاول, انت كنت شغال صح, بتشكك ليه في اجابتك؟ فاوعوا تشككوا في اجاباتكم. انت فكر كويس في السؤال, اخترتها سي, خلاص خلصنا. طب لما اجي اراجع, راجع ليه اخترتها سي؟ ايوه مستر صح سي علشان السؤال بيقول كذا, انت تمام. لا يا مستر دي عشان السؤال المفروض كان قال كذا وانا ما خدتش بالي من كذا. يبقى انت بتشتغل بشكل منطقي, لوجيكال, مش عمال تايه. يو كان بي سويد, يو ويل بي ايزلي سويد, هتتاثر بسهوله جدا. يو ويل بي سويد ايزلي, هتتاثر بسهوله جدا لو انا مسكت بس الاختيارات. لكن لو انا ماسك السؤال الريفرنس عندي بيقول كذا المفروض تبقى كذا, يبقى تحل بشكل منطقي.
بعد ما تحل وتظبط دنيتك ما ترجعش تراجع يا مستر ممكن يكون كذا، ممكن يكون قصده كذا، ممكن دي بوظت الدنيا. منطقيا لو انت شككت في اجابتك، انت اللي بتشكك في اجابتك، استحالة تقبلها بعد شوية. اتفقنا؟ يبقى في كل الامتحانات طبعا طالما هي MCQ الطريقة الصح او المظبوط او الدقيقة، افكر في السؤال اختار اجابة معينة وخلصنا وخلصنا. هترجع هتراجع يبقى السؤال بيقول كذا، صح يبقى سي هي صح. دي احسن طريقة تخليك ثابت على المبدأ. ولو انت اتدربت بالمنظر ده قبل الامتحان هتعرف تحل في الامتحان بالمنظر ده. لكن لو انت من النوع اللي هو بتحل سؤال وتروح تشوف الاجابة ايه ده صح ولا غلط وتفضل تعمل كده، هتلاقي نفسك انت برضو متردد في الامتحان. لكن اتدرب وحل بنفس المنطق اللي انا شغال بيه واللي انا بقولك عليه. ماشي. عندنا بقى الفور تشويسز، ويمكن الفكرة دي اول مرة تسمعها مني. عندي فور تشويسز، مش بس اتكلمت معاك عن فكرة الاختيارات والاستبعاد والكلام ده كله، انا عندي الكلو دايما في السؤال زي ما قلت لك. الحالة التانية، وانت بتحل حل بالرصاص واختار سؤال سؤال. يعني ايه؟ حليت السؤال الاول اهو في الورقة، خلاص الاجابة مثلا بي، خلاص هقفل بي، بس مش هقفلها بالجاف، هعلم عليها بالرصاص حتى لو عملت علامة صغيرة، حتى لو عملت علامة صغيرة مش مشكلة. طيب هحل تاني سؤال، تمام اهو تاني سؤال 1 2 3 4 choices، تمام الاجابة مستر بعد ما فكرت فيها الاجابة تبقى سي، خلاص اقفلها بالرصاص. طيب انا ليه بقول كده تقفلها اول باول او تحل اول باول؟ علشان ما تجيش في الاخر تقول مستر ما انا بعد ما اخلص ان شاء الله الامتحان هنقولهم في البابل شيت. لو عينك زاغت في سؤال معين هتلاقي الاوردر باظ، فتلاقي الاجابات خلاص باظت. يعني مثلا وانا بنقولهم بسرعه عشان الوقت، تمام، فدي مثلا تبقى بي، تمام رحت انا قفلت هنا، لو قفلت هنا خلاص باظت. او لو عيني راحت على سؤال تاني، المفروض مثلا السؤال ده سؤال ال 15 او ال 20، فالسؤال ال 15 احنا انت عينك راحت على نمبر 16 رحت قفلتها باظت اللي بعدها. فوانت بتحل خلي بالك تحل اول باول، المعلومه دي مهمه جدا، تحل اول باول وتحل بالرصاص. ليه؟ عشان ما اقفلهاش انا بالجاف وبعد كده لو انا عايز اغيرها افضل اعمل كده، لا مستر معلش الاجابه دي لا يا جدعان دي كده دي غلط دي، بس دي لا دي بقى لو فكرت فيها تاني لا ممكن تبقى غلط، طب بص انا عايز ارجع لدي تاني فافضل اعمل كده، منظر ده باظ. ما تعملش كده ابدا. انا عندي الفور تشويسز اهم، تمام ادي نمبر 1 خلاص بالرصاص اهو بالاسود ده بالرصاص الاجابه ايه، خلاص هعمل كده. السؤال الثاني ادي 1 2 3 4 choices اهي، تمام يا مستر الاجابه بتاعتها تبقى دي، خلاص اعمل كده ماشي بروسوس كده. انت ظبطت البابل شيت بتاعك وخلاص عارف الاجابات، هبدا خلاص انا متاكد اهو من اجاباتي، هبدا اتعامل دلوقتي معاها، خلاص اقفلها بالجاف بعدها طالما انت متاكد. ليه؟ عشان لو حبيت اشيل خلاص انا ممكن امسح بالرصاص واختار الاجابه اللي انا عايزها، فكده هنمنع انك تشطب بقى. لما تيجي تملا املاها كلها، يعني خلاص الاجابه بتاعتنا مثلا ايه، فتقفلها خالص تقفلها خالص اهي، تمام دي مثلا خلاص دي هقفلها خالص. يبقى مبدئيا الحاجات دي بنحلها اول باول بالرصاص وبعد ما نخلص الامتحان بقفلها تدمسها خالص بالمنظر ده، كده انت مش هتشطب وفي نفس الوقت انت ضامن اجاباتك. دي الطريقه المثاليه في التعامل مع الامتحان. هنا بقى بتكلم معاك على ازاي تتعامل مع الامتحان، مش بتكلم على شرح وخلاص، انا بتكلم معاك ازاي تتعامل مع الامتحان. حط النقاط دي في دماغكم كويس قوي وركزوا عليها. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده واشوفكم على خير في فيديو ثاني.